نتابع مع حضراتكم أخبار السادسة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد، حيث أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري أكد الانتهاء من كافة الاستعدادات. وأشار المستشار بن داري أن الهيئة شكلت غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر لمتابعة إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم في المراكز الانتخابية داخل مقر البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.